دكتور ماجد عثمان، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. انا الحقيقه هعود الى يعني جمله قيلت في المقدمه. حضرتك قلت وبتردد دايما، وانا اعتقد انها يعني مقوله معروفه عالميا ومصدق عليها جدا، ان من يملك المعلومات يملك القوه. بمعنى يعني انا بعتقد ان مصادر القوه في العالم متنوعه، لكن اكثر مصدر للقوه الان في السنوات اللي احنا بنعيشها هي المعلومات، لانه بدون معلومات لا يستطيع اي انسان فرد او حكومه او شركه او مؤسسه انها تتخذ قرار سليم. فبالتالي المعلومه مهمه جدا. اتخاذ قرار خطا تكلفته باهظه. والنجاح لا ياتي بالمصادفه، فاذا ما كانش الانسان او سواء كان مسؤول عن كيان كبير او كيان صغير، إذا ما كانش لديه تصور واضح، وهذا التصور زي ما بنقول مبني على قرائن، فبيصبح النجاح بيأتي بالصدفة، ومفيش نجاح بيأتي بالصدفة. النجاح دائما بيبقى وليد لمثابرة ودراسة وفهم ورؤية وخطوات محددة، كل خطوة مبنية على الخطوة اللي قبليها، وكل خطوة فيها بتاخد الواحد في مسار مختلف. أيوه. يعني دائما بيكون في مسارات متعددة، يكون في بدائل، يكون في أولويات، يكون في قيود على أي قرار. فإن لم تكن معلومات متوفرة ودقيقة ومحدثة فبتتخذ قرارات خاطئة جدا. وإحنا شايفين في العالم حوالينا مثلا الفترة بتاعت كوفيد بقى ظهرت بعض المفاهيم اللي هي المعلومات المغلوطة والمعلومات الخاطئة. المغلوطة والخاطئة. والخاطئة إيه الفرق؟ هي ترجمة للكلمة الإنجليزية ميس انفورميشن وديس انفورميشن. فواحدة منهم اللي هي أن أنا بنشر معلومة خاطئة عن قصد لتحقيق فائدة أو ربح أو مصلحة أو الإضرار بمنافس إلى آخره. لكن في نوع كمان من المعلومات اللي هي المعلومات اللي بيتم اختلاقها بحسن نية، ودي شفناها وقت كوفيد. يعني تجدي حضرتك مثلا الناس بعت على الواتساب تقول علاج كوفيد ان احنا مش عارف نعمل كذا 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 كذا، ما تاخدش الدواء، ما تاخدش التطعيم، اعمل حاجه تانية، ولا توجد دراسات حواليها او قرائن او ادله يمكن انها تكون حاسمه في هذا الموضوع. وهنا ده بيجعل الانسان اليوم في ظل الغابه من المعلومات المتوفره يصبح في حيرة من أمره، لأنه لابد أن هو يفرز هذه المعلومات وينتقي الحاجة السليمة منها. وده طبعا مش بالضرورة أن أي مواطن عادي يبقى قادر على عمله طبعا. يعني لازم يبص على المصادر ويتأكد منها، وفي طبعا شفنا كمان حاجات كتير متفبركة. يعني فيديوهات متفبركة لتصف واقعة معينة وتكون بتكلم عن واقعة أخرى خالص حصلت من عدة سنوات. فالحقيقة الإنسان اليوم أمامه كم ضخم جدا من المعلومات. في المقابل من 20 سنة ما كانش في معلومات، كان معلومات نادرة جدا بالذات يعني في الدول. يعني ساهمت يعني وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الحيرة كمان للمواطن. ده صحيح، وسائل التواصل الاجتماعي، لكن كمان التكنولوجيا بكل ما فيها. يعني ان حضرتك النهارده ممكن تنزلي كتب كتيره، تعملي لها داونلود مثلا، ده ما كانش متاح زمان، اوراق علميه الى اخره. فبقى في كم ضخم جدا من المعلومات، ويجب ان الانسان يبقى عنده القدره ان هو ينتقي ماذا يقرا وماذا يعني الحاجه اللي يبني عليها قرار الى اخره. فاصبحت العمليه معقده جدا، واصبح المعلوماتيه بقت فرع من فروع العلم اللي فيها تشابكات مع فروع اخرى، لكن فيها كمان فروع تفصيليه كثيره.